بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الثانية التي تعتبر سلسلة من محاضرات مادة الـ General Microbiology التي تدرس لطلبة الدراسات العليا. معكم المتحدث الدكتور محمد المازن. الشابتر الأول تطرقنا، خليني أرجع حتى تذكرون المادة. نعم، بالنسبة للشابتر الأول تطرقنا about the basic bacteriology، أساسيات علم البكتيريا. محاضرة نمبر 1 أو chapter number 1 about the bacteria compared with other microorganisms. اوكي، وهنا عندنا هذه المحاضرة هي نمبر 2 about the structure of bacterial cells. إذا راح ناخذ البكتيريا وآخذ as detail بتفصيل، وناخذ بالبداية هو structure of bacterial cells، ما هي التراكيب اللي تحويها هذه البكتيريا. بالنسبة لـ chapter contains نتطرق about the shape and size of the bacteria، الـ structure of bacteria، ناخذ cell wall، cytoplasmic membrane، cytoplasm، وأيضا structure outside the cell wall، bacterial spores. اوكي، ناخذ بالبداية نعرف what are the shapes and size of the bacteria، ما هي الأشكال وأحجام البكتيريا. بكتيريا احنا طرقنا المحاضرة الأولى ذكر انه البكتيريا classified into kingdom أو to prokaryotic kingdom، هي تابعة من نبات البروكاريوتيك. إذن البكتيريا are classified صنفت by shape into three basic groups cocci, bacilli and spirochetes that we see in the figure 2.1. يعني البكتيريا نلاحظها بالموجودة اللي عادة البكتيريا pathogen bacteria تأخذ عندنا one of the three shapes، واحد من ثلاثة أشكال، أما تأخذ تكون كوكاي كروية، أما تكون باسيلاي عصوية، أو تكون سبايروكيت حلزوني. وهذه أشكال نستفاد من بالدياجنوسيس أوف ذيس بكتيريا، عملية تشخيص. هذا فيجر 2.1 بكتيريال مورفولوجي، شكل البكتيريا. هذا نمبر 1 يقول كوكاي، وعندنا نوع من الكوكاي تكون على شكل هنا كليسترز مثل عندنا سابلوكوكس أوريوس، أو عندنا البي هذا على شكل روت يكون عصوية، وعندنا أشكال يكون مختلفة من عندنا، والسي سبايروكيت هذا تكون حلزونية الشكل. على سبيل المثال عندنا بكتيريا إتريبو نيما باليديوم مسبب لنا مرض السيفلس الإنسان، وهذه تعتبر من الأمراض الزهرية والأصيب سكشوال ترانسميتد. هذا الفيجر شنو راح يبين؟ The cocci are round, the bacilli are rod, and the spirochetes are spiral shape. الكوكاي هذا راح يكون من اسمه كوكاي يكون على شكل round كروية، والأدنى الثانية الباسيلاي على شكل rod، والسبيروكيت يكون على شكل السبيروكيت تكون على شكل spiral shape على شكل حلزون. Some bacteria are variable in shape and are said to be pleomorphic. Many shapes. هل كل الكائنات المجهولة عند الباثوجين البكتيريا تكون تأخذ أحد هذه الأشكال؟ أن عادة تأخذ من أحد الأشكال، إما كوكاي أو يكون باسيلاي أو سبيركين. لكن بعض الكائنات، بعض البكتيريا تأخذ يكون أكثر من شكل. يعني هذه الظاهرة يسمى بليومورفيك. بليومورفيك يعني many shape of bacteria، تأخذ أكثر من شكل. The shape of the bacterium is determined by its rigid cell wall. وهذه الشكل من اختلاف هذه الأشكال نتيجة شنو؟ اختلاف بالrigid أو rigidity of the cell wall in the bacteria، يعني صلابة جدار الوال أو خلية جدار خلوي لهذه البكتيريا صلابته يختلف من بكتيريا لبكتيريا أخرى. هذا السبب راح يعطينا هذه الأشكال المختلفة. The microscopic appearance of the bacteria is one of the most important
criteria used in its identification. ممكن إنه نشخص هذه الأشكال من خلال نفحص this bacteria under microscope. تحت المجهر نلاحظ هذه الأشكال، عادة نفحصها بالأويل إميرشن، عادة زيت نستخدم العفو نستخدم أويل إميرشن، هذا الزيت نفحصها بالعدسة الزيتية، يعني قوة تكبير 100. In addition، بالإضافة لذلك، to their characteristic shapes، the arrangement of the bacteria is important. أيضا قلنا أن shape of the bacteria يكون important مهم للدياجنوسيس. أيضا عندنا another features، الصفة الثانية هي شنو arrangement of the bacteria. إذا ترتيب البكتيريا يكون is very important for identification of this bacteria. يكون إذا الترتيب البكتيريا يكون جدا مهم لتشخيصها. For example، certain cocci occurs in birds. مثلا الكوكاي بعض الأحيان تأخذ على شكل بيرز أزواج يسمى بـ الدبلوكوكاي. لا هذا الشكل. Some in chain cylindrical cocci أو بعضها يأخذ على شكل مسبحية. مثل بكتيريا Streptococcus aureus. أو إن بعض الأحيان تأخذ على شكل grab-like clusters. على شكل الجراب، على شكل عنقود هذه البكتيريا. مثل عندنا Staphylococcus أو Staphylococcus aureus. إذا هذا الأرانجمنت أعطانا فد صفة تشخيصية لهذه البكتيريا. Okay. These arrangements are determined by the orientation and degree of attachment of the bacteria at the time of the cell division. طبعا هذا الاختلاف بالarrangement of bacteria على اما على شكل قلنا يكون ديبلوكوكاي ثنائي او يكون بعض الاحيان تترا ديس بكتيريا رباعي او يكون على شكل جراب لايك ستافيلوكوكاي او على شكل يكون مسبحيه ستريبتوكوكاي ثم بالستريبتوكوكاي على شكل يكون تشينز. هذا الاختلاف نتيجة من الترتيب نتيجة انه orientation and degree of attachment تعتمد على اتجاه الانقسام هذه البكتيريا ودرجة الارتباط البكتيريا مع بكتيريا اخرى. The arrangement of the rods and spirochete is medically less important and is not described in this introductory chapter. طبعا عادة اكثر البكتيريا مهمة سبب من الامراض هي بكتيريا الروت، لكن نلاحظ انه يكون الروت والاسبيروكيت يكون قليل اهمية من ناحية ناحية اهمية طبية. اذا اكثر شيء هي البكتيريا يكون كوكاي شيء. بكتيريا رينج هاي عرفنا من ناحية الشكل البكتيريا شيب اند ارانجمنت. عندنا هذا الموضوع سيذكره شيب وعندنا الارانجمنت عرفناه. ناخذ عندنا السايز اوف ذا بكتيريا شنو علاقة الحجم هذه البكتيريا. بكتيريا رينج ان سايز البكتيريا راح تاخذ في رينج من السايز فروم اباوت من 0.2 مايكرومتر الى 5 مايكرومتر. نلاحظها بالشكل هو 2 2 بشكل 2 من شابتر 2. هذا السايز اوف ريبريزنتيف بكتيريا. راح نلاحظ هذا عندنا الرينج اوف الكترون مايكروسكوب. نلاحظ هاي هذه الفيروسات تحت عندما نفحصها تحت الالكترون مايكروسكوب، لكن ان البكتيريا ما ممكن نلاحظها بمن قلنا بالالكترون المجهر عادي، بس هنا جاي نقيسها من قياساتها بالمايكرو بالمايكرومتر كلها نقيسها تحت الالكترون مايكروسكوب مجهر الكتروني، بالتالي راح يبين احجامها بالضبط. إيه راح تكون من 0.2 يقول من إلى 5 مايكرومتر. The smallest bacteria أصغر بكتيريا هي المايكوبلازما. Are about the same size نفس الحجم of them as the largest virus. الأكبر فيروسات هو البوكس فيروسز. يكون أكبر فيروسات هسه راح نلاحظ. هذا البولي فيروسيس هو يكون أقل فيروسيس 0.03 ملي مايكرون. أوكي زين. وعندنا يعني المايكوبلازما شبيهة
يكون أصغر بكتيريا هي المايكوبلازما. إذا البكتيريا تأخذ أحجام مختلفة، أصغر بكتيريا المايكوبلازما، وهذه يكون تشبه الفيروسات لكن أكبر الفيروسات، يعني حجم أكبر فيروس هو يكون بقدر حجم أصغر بكتيريا. هاي نلاحظ يقول بوكس فيروسز. وين بوكس فيروسز؟ إذا هذا البوكس فيروسز، شوف فيروس أصغر حجمه بولي فيروسز، أكبر حجم الفيروسات هو بوكس فيروسز. هذا أكبر حجم بوكس فيروسز لما يكون تقريبا نفس حجم أصغر بكتيريا المايكوبلازما. في بكتيريا من راح تأخذ هذا المقياس، أصغر بكتيريا وهذا عندنا فيروسات منا لنا، هذا أصغر وهذا أكبر، هاي البكتيريا من أصغر أكبر. إذا أصغر بكتيريا مايكوبلازما يكون نفس حجم تقريبا البوكس فيروس أكبر الفيروسات. And are the smallest organism capable of existing outside host. The longest bacteria, rows, are the size of the smallest and human red blood cells. بينما الأحجام السايز اللي الخلايا الإنسان مثل على سبيل المثال يكون كبيرة، blood cells يكون 7 مايكرومتر. عندنا هذه عندنا الخلايا الإنسان، راح نلاحظ هنا الريد بلس تقريبا يكون 7، البروتوزوا راح تكون أكبر هنا حجم، أوكي؟ وبالتالي أكبر حجم. بعد هسه انتهينا هذا الموضوع الأول، ننتقل إلى الموضوع الثاني في هذا الشابتر، هو structure of the bacteria، تركيب البكتيريا. عرفنا shape arrangement وعرفنا size of the bacteria، عرفنا أعرف what are the structure of the bacteria أو what are the structures of the bacteria، ما تراكيب البكتيريا. The structure of the typical bacteria is illustrated in figure 3 bacteria structure، تركيب البكتيريا راح نلاحظ شو راح يتكون. هذا هو عبارة عن فلاجيلا، وهذا عبارة عن البيلي الاتاشمنت، مو وهذا هو عبارة عن سيتوبلازم، عفوا سيل ممبرين، غشاء خلوي، وفوق هذا موجود السيل وول. فوق هذا السيل وول هذا باللون البراون مثل الكبسول، اوكي. وهذا عندنا بعض الشعيرات اللي يكون سبيسيفيك بيلي، اس كولد بي سكس بيلي، بعض الشعراء يسمونه سكس بيلي، شعر الجنسية يساعد عملية الكونجيجيشن اقتران with another bacterium، تنتج بعض أنواع البكتيريا، على سبيل المثال إيكولاي بكتيريا، بعض السترينات طبعا. وعندنا هذا النيوكلويد دي ان اي، نيوكلويد شبيه للنواة، وعندنا هذا الريبوسومز، وعندنا السيتو بلازم. هذا شنو قلنا؟ هذا الشكل يمثل لي بكتيريال ستراكشر، تركيب البكتيريا. The structure of the typical bacteria is illustrated in figure 3 and the important features صفات المهمة of each component are presented in table 1 أو 2 1. كل الصفات المهمة نلاحظها أو معظم الصفات المهمة نلاحظها أو ب table 2 1. هذا 2 1 يمثل لي البكتيريال او يبين لي يوضح this table is showed، يوضح لي بكتيريال structures، تركيب او تراكيب البكتيريا. هذا structure وعندنا chemical composition وهذا الفانكشن. هذا structure essential component، المكونات الرئيسيه اللي عندنا cell wall هو ببتيديو جلايكان، وعندنا الاوتر ممبرين اوف جرام نيجاتيف بكتيريا، جرام نيجاتيف بكتيريا تحتوي على الاوتر ممبرين بالنسبه للسيل وول، والسيرفيس فايبرز اوف جرام بوزيتيف بكتيريا، واللي بكتيريا جرام بوزيتيف تحتوي ايضا على مكونات تختلف عن جرام نيجاتيف، يعني راح نلاحظها بعدين. وعندنا التركيب الثاني هو بلازما ممبرين، والثالث هو رايبوسومز، والتركيب الرابع هو النيوكلويد، والخامس الميسوزوم والبيري بلازما.
بينما عندنا الكومبينيت ذات ار نون اسينشال، تراكيب الغير اساسيه للخليه الاساسيه، يعني هذه تراكب لولا هذا او يعني بانعدامها تراكب لا تستطيع النمو، بينما عندنا هذه البكتيريا سواء موجود او ما موجوده تستطيع انه النمو بانعدام، اللي هي تراكي كبسول، وعندنا البيلاس اوف ميمبرين، تعرف الاجيلم واسبور وبلازميد واجلرانيول وجلايكو كاليكس. جلايكو كاليكس هاي تراكيب قلنا وضح بالتيبل 2. ناخذ اولا السيل وول، ناخذ التركيب الاول هو السيل وول. The cell wall is the outermost component common to all bacteria, exception mycoplasma species which are bounded by cell membrane, not a cell wall. And the cell wall هو عادة هو outer نقول membrane، الطبق الخارجي يغطي الخلية البكتيرية عادة، لكن exception عندنا في بعض الحالات على سبيل المثال المايكوبلازما، المايكوبلازما تكون lack of cell wall، فاقدة الجدار الخلوي ذات bounding the heat of the cytoplasm البكتيريا، انما شنتت على السيل ممبرين اونلي not cell wall. Some bacteria have surface features external to the cell wall. بعض الاحيان ان التراكيب تحتوي يكون خارج الخليه البكتيريه، قلنا قبل قليل شنو ذكرت عليها، ذكرت عن التراكيب تذكرون، خلينا نرجع للتيبل حتى لا تنسون. نون اسينشال كومبينيت، مكونات الغير اساسيه، بينما شو تكون مكونات الاساسيه، مكونات الاساسيه غير اساسيه مثل قلنا على سبيل المثال الكبسول. عندنا نقول سم بكتيريا هاف سيرفيس فيتشرز اكسترنال، خارج هذه السيل وول على سبيل المثال هي الكبسول والفلاجيلا والبيلي، which are less common combinant، يكون اقل شائعه، and are next. The cell wall is located external to the cytoplasmic membrane and is composed of peptidoglycan. Cell wall هذا يكون surrounded يحيط السيتوبلازم membrane غشاء الخلوي، وأيضا يحيط السيتوبلازم membrane غشاء السيتوبلازم، ويتكون من البيبتيدوغلايكان، أهم طبقة يحتوي السيل وول بالبكتيريا هو بيبتيدوغلايكان. The peptidoglycan provides structure support and maintains the characteristic shape of the bacteria. إذا what is the benefit of this structure؟ ما هو فائدة هذا البيبتيدوغلايكان؟ فائدة شنو تعطي للبكتيريا؟ supports أو structure support، دعم لهذا ال أو إسناد لل لشكل البكتيريا، وأيضا maintains محافظة على من على شكل، إذا دعم تعطيها ومحافظة على البكتيريا. Okay. ناخذ cell wall of gram positive and gram negative. هنا البكتيريا تختلف عن كائنات أخرى. لاحظ العلماء أنه الجرام positive، البكتيريا gram positive، cell wall بالجرام positive شبيه is different from cell wall in the gram positive bacteria. الجرام positive تحتوي على cell wall يختلف عن الجرام negative. حتى نلاحظ ما هو هذه الاختلاف. The structure chemical composition and thickness. The structure chemical composition and thickness of the cell wall differ in gram positive and gram negative. يعني جدار ال cell wall بالنسبة لجرام positive تختلف عن من ناحية ال structure و the chemical composition و the thickness. التابل قلنا ال 2.2 و الفيجر 2.4. هذا التيبل قلنا ال 2 1، وهذا هو ال 2 2. Composition مكونات of cell wall of gram positive and gram negative bacteria. كنا راح نلاحظ حتى الجدول، راح اقرا الجدول حتى ناخذها بالديتيل التفاصيل. Component اول بيبتيدوغلايكان بجرام positive bacteria يكون فيكر مالتي لاير، يكون طبقات عديده، يكون اسمك، بينما جرام negative شنو يكون
يكون سنجل لاير طبقة حادية ويكون ثنا أنحى. ثاني ديكويك أسيد لاحظ موجود جرام بوزيتيف سيل وول، بينما سيل وول إن ذا جرام نيجاتيف سيل شين تكون أبسنس خالية. اللايبوبوليسكاراد ال بي اس او الاندوتوكسين سموم الداخلي بالجرام بوزيتيف يكون نو، بينما عندنا موجودة بالجرام نيجاتيف بكتيريا. وهذا ايضا الفيجر 2.4 سيل وول او جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا. هذا الاي هذا جرام بوزيتيف شين تكون هذا سيتوبلازم ممبرين، وهذا طبقه البيبتيدو جلايكول عفوا هذا جرام نيجاتيف، ناخذ جرام بوزيتيف هذا سيتوبلازم ممبرين يكون تقريبا نفس السايز، بيبتيدو جلايكول جرام بوزيتيف بكتيريا ايش قد الطبقه يكون اسمه كنه من 15 تقريبا الى 80 نانومتر، بينما يكون الى اقل الى 2 نانومتر. شوف الفرق، الكبسول ممكن انه موجود هذا موجود او تر ممبرين موجود بجرام نيجاتيف، بينما جرام بوزيتيف ما موجود هذا بكتيريا، هذا الجرام الاوتر ممبرين. التيكو اسيد موجود جرام بوزيتيف بكتيريا بينما هنا غير موجود. وهذا الشكل التخطيطي بين سيتوبلازم ممبرين بيبتيدو جلايكان وعندنا هاي مايكوليك اسيد والارابينو جلايكان، راح نلاحظ بعدين بالتفصيل. إذا راح قلنا شنو هذا الستركشر يختلف، بما الاختلاف راح نلاحظ هنا أولا بيبتيدو جلايكان لاير is much thicker أو thicker in gram positive bacteria than in gram negative bacteria. راح نلاحظ بالجرام بوزيتيف قلنا شمي بيبتيدو جلايكان جرام بوزيتيف عفوا هاي هذا بيبتيدو جلايكان جرام بوزيتيف يكون thicker أسمك مما موجود بي من بالجرام نيجاتيف بكتيريا. إذا بيبتيدو جلايكان is much thicker in gram positive bacteria in gram negative bacteria. Many gram positive bacteria also have fibers of decoic acid that roam throughout outside the peptidic glycan wire as gram negative bacteria do not have decoic acid. ايضا لاحظنا انه هذا decoic acid هنا موجود بال gram positive بينما الجرام negative شنو تكون absence خالي. بعد ثاني ان ثانية in contrast على العكس gram negative bacteria have complex outer layer تحتوي عليه من outer طبقة خارجية تكون معقدة تتكون من lipopolysaccharide واللايبوبروتين and phospholipid. إذا تكون طبقات تكون أكثر معقدة تختلف عن gram positive cell wall تحتوي عليه lipopolysaccharide واللايبوبروتين والphospholipid. Lying موقعها تقع هذه الطبقات between the outer membrane layer and the cytoplasmic membrane تقع ما بين الاوتر ممبرين والسيتوبلازميك ممبرين. In the gram negative bacteria is the peri-plasmic space. شو نلاحظ هذا الكلام؟ إذا هذه gram negative bacteria يحتوي على من على هذا الاوتر ممبرين وطبقة بيري بلازميك اس بي اس، وايضا ال بي اس لايبوبوليسكرايد ايضا موقعها تكون في هذا المكان. طبعا هذا قلنا الاوتر ممبرين وهذا بيري بلازميك اس بي اس، وهذا يكون مكانه واللايبوبوليسكرايد يكون بالاوتر ممبرين. The peri-plasmic space, which is the site موقع in some species بعض أنواع the enzymes called beta-lactamase that degrade penicillin and other beta-lactam drugs. شنو نقصد به؟ هسه عندنا نقول شنو نقول؟ The cytoplasmic membrane gram negative bacteria is the peri-plasmic space, which is the site موقع in some species. بعض الأحيان بالبيري بلازميك سبيس بعض أنواع البكتيريا تحتوي على إنزيم اسمه بيتا لاكتيميز، هذا الإنزيم يفرز بالتالي شنو يقتل المضاد يحتوي على البيتا لاكتام
مثل مضادات البنسلين على سبيل المثال. زين، وين هذا الموقع الانزيم اللي موجود؟ هنا بالبيري بلازمك، هذه بهذه الطبقه بيري بلازمك لاير يتعامل من هذا الانزيم البيتا لاكتميز، بعض السترينات البكتيريه. بعد بس نلاحظ انه سيل وول بيبتيدوغلايكان والكيميكال مالته هو جلوكان سكر باك بون وذ بيبتايد سايد تشين ذات ار كروس لينكد وان ا فانكشن وظيفه ذا جيفز ريز سبورت بروتين اجينست ذا اوزموتيك بريشر از ذا سايز اوف ذا اكشن اوف بنسينيز ان سيفالوسبورين اند از ديجريد باي لايسوزوم. انه حول عندنا راح اطرق بالتفصيل، وهذا التيبل قارنوا مع الكلام حتى يفهمون يكون اكثر. بعد خلصنا هذه فقره نجينا the cell wall has several other important properties. اذا هذا سير هو يمتلك صفات اخرى مهمه. ان جرام نيجاتيف بكتيريا ات كونتين بالجرام نيجاتيف يحتوي على اندوتوكسين اللي هو اللايبوبوليسكرايد ال بي اس قلنا او اللايبوبوليسكرايد هو جرام نيجاتيف اي سم بعضيان بالسم الداخلي. بعد its polysaccharide and protein are antigen that are usable in laboratory diagnosis. بيصير هو هالبوليسكرايد والبروتين هات يكون جدا مهمة من عملية laboratory identification تشخيص البكتيريا المختبرية. ثانيا its porn بروتينات موجود بيصير هو بروتينات يسمونها porn تلعب دور play a role in facilitating سهل ذي بس مرور وسمول هيدروفيليك موليكيولز السهل عملية مرور الجزيئات يكون المحبة للماء من داخل الخلية. بورن بروتين in the outer membrane of the gram negative bacteria act فعالية as canal عليك قناة تؤلو تسمح بإنتري ودخول أسنشال تبس المواد الأساسية على سبيل المثال الشجر والأمينو أسيد والفيتامين والميتالز المعادن بالإضافة إلى عديد من الأنتي مايكروبيال درجز على سبيل المثال. بس إذن كيف هذه تدخل المواد داخل الخلية في علم وجود البورن أبروتين بعد موضوع الآخر ننتقل معه. ننتقل من إلى cell wall of أسعرفنا الفرق ما بين جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا cell wall. نأخذ أيضا cell wall بعد نكمل الموضوع إنه cell wall of acid fast بكتيريا. البكتيريا يكون ثابت اتجاه الحمض. ما هي البكتيريا تمتلك هذه الصفة؟ عندنا مايكوبكتيريوم اللي هي يسمى مايكوبكتيريوم تيوبركوليسيس هاف ان انيوجوال سيل وول. هذه البكتيريا تبين طبعا مرض السن يمتلك صفه السيل وول يكون صفه غير طبيعيه وغير مالوفه عن البكتيريا درسناها. ريزلت ان ذير ان ابيليتي شلون تو بي جرامسين ما تصطبه بجرام ستين فيجر ان 4 بي هذه البي هو سير وول اوف مايكوبلازم تيبركولوسيس يحتوي على سيتوبلازم ممبرين والبيبتيدو جلايكان لكن هاي صفاته ما تسمح انه ما تصبغ نفس الصبغات او يعني جرام سي اما تصبغ جرام يكون صبغه موجبه مثل يعني البيربول بنفسجيه او انها تصبغ بصبغه حمراء سفراني ما تصبغ بسبب شوف هذه طبيعه جدار يحتوي على مايكوليك اسيد ويحتوي على الارابينو جلايكان. هذه التراكيب تختلف عن من نلاحظه من جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا. بس اوكي زين. اذا شنو ان ذير ابيليتي هاي تختلف من عدم قابليته قلنا تو شو المن تو جرام سين تصبح صفر جرام. ذيس بكتيريا ار سين عن هاي البكتيريا شنو نقول تو بي اسيد فاست نقول هاي البكتيريا يكون اسيد فاست يعني صامد باتجاه الحامض. شو معناه؟
because they resist decolorization لأنه with acid alcohol after being sting with carbofoxin. عندما نصبغ البكتيريا بصفات خاصة يسمى carbofoxin. carbofoxin نضيف له decolorization solution محلول يزيل الألوان. عادة نضيف يكون أسيد الكحول محلول يتكون من حامض وكحول. بعد ما نضيف هذه الصبغة شيل البكتيريا إلى قابل أنه ما يزال هذه الصبغة carbofoxin ما تزال. هذا يسمونه بالأسيد فاس يكون ثابتة في اتجاه هذا الحامض. بينما البكتيريا أنواع البكتيريا سواء جرام بوزيت أو البكتيريا جرام نيجاتيف أو الأخرى شيل راح يزيلها. بعد ما نصبغة بصبغة carbofoxin نضيف لها decolorization الأسيد الكحول راح نزالها صبغة. بينما البكتيريا مايكوبكتيريا لا تبقى محافظة على هذه الصبغة بسبب طبيعة قلنا جدارها يختلف. This property is related to the high concentration of lipid سبب نتيجة عالية تراكز عالي من الليبيد وجدارها تسمى بالمايكوليك أسيد in the cell wall of mycobacteria نتيجة عالية من يسموها هذه بالمايكوليك أسيد. لاحظ قلنا هذا الجدار تتعلم على مايكوليك أسيد هذا تعطيه هذا المايكوليك أسيد لهذه الصفة المقام أسيد فاس. بعد ملاحظة أنه عندنا بكتيريا أخرى يسمونها كارديا الاستيرويدز هذه is weakly acid أما acid fast لكن يكون weakly بينما هناك تكون بالمايكوبكتيريا تكون strongly with acid fast. The meaning of the term weakly is that if the acid fast staining process uses weaker solution of hydrochloride acid to decolorize than that used in the stain for mycobacteria then من نوكارديا استيرويدز will not decolorize. However, من رغم ذلك if the regular strength hydrochloric acid is used in nocardia steroids will decolorize. Okay. ننتقل إلى الطبقة الأخرى بالسيل وول المهمة هي البيبتيديوغليكان. البيبتيديوغليكان is a complex interwall woven network هاي شبكة يكون معقدة بوليمر معقد that surround the entire cell and is composed of single covalently linked micromolecules أجزاءات كبيرة مرتبطة is found موجودة فقط in the bacteria cell wall it provide موجودة فقط بالبكتيريا ما موجودة بالأنواع الأخرى من الكائنات الكائنات حية it provide يجهزها rigid تعطينا rigid support صلابة تدعم لي الخلية وأيضا قلنا it is مهم إن maintains تحافظ على من على characteristic shape صفات بشكل هذه البكتيريا and allows يسمح للخلية to withstand media of low osmotic pressure such as على سبيل المثال ال water. Okay. نلاحظ هنا بالفيجر 5 the term peptidoglycan is derived مشتق من مشتق peptidoglycan من peptide يعني عبارة عن peptidات ومن sugar يسمى glucan that فيها that make up molecules synonyms for peptidoglycan are murine and mucopeptide. Figure 5 illustrated وضح لنا the carbohydrate the backbone مال الهيكل الهيكل يعني جسد هذه السيل وول تكون من الكربوهيدرات which is composed of من alternating بصورة متبادلة منين تكون من ان اسيتال مراميك اميز اسيد من ان اسيتال مراميك اسيد عن ان اسيتال جلوكوز امين يكون جزيئات متبادلة مرة يكون ان اسيتال مراميك اسيد ومرة عندنا جزيئة يكون ان اسيتال جلوكوز امين بصورة متبادلة هكذا التاج ملتصقة to each of the ملتصقة من مراميك اسيد مولكيوز is tetrapeptide يتكون ملتصقة بجزيئة بيبتايد يكون وايد كون من both D and L amino acids where the precise composition of which differ from the bacteria to another
وهذه طبيعة الأمينو أسيد راح تعطينا اختلاف، بيكون من بكتيريا لبكتيريا أخرى، وبالتالي بسلالة من إلى سلالة أخرى. على سبيل المثال يكون two of these amino acids are worthy of special mention: diamino bimeric acid which is unique to bacteria cell wall. مثل بعض البكتيريا تعلم على الدايامينو بايميريك اسيد، والدي الينين يختلف ايضا بعضها يكون من بكتيريا الى بكتيريا اخرى. هذه قيمه الصفه ايضا تشخيصيه. نرجع على الدايجرام. هذا فيجر 5 بيبتيدو جلايكان ستراكشر. الاي بيبتيدو جلايكان از كومبوست، هاي الاي، هذا الاي بيبتيدو جلايكان از كومبوست، بيتكون من جلايكان تشين، يكون ان اي ام ان اسيتاليمورامك اسيد، هاي ان اي، ان اي ام ان اسيتاليمورامك اسيد، والان اي جي ان اسيتاليجلوكاميك اسيد. مين اذن هذه which is cross linked، مرتبطة ببتيد هايت انتر بريدج. هذه الجزيئات وهذه الجزيئات مرتبطة من خلال هذا الجسر. هذا ال NAM وال NAG وهذا البريدج، هذا الجسر مرتبطة فيما بعد. اوكي هابي بتايد انتر بريدج جرام بوزيتيف سير. بعد هسه نرجع له موضوع اسبيتيديو جلايكان، اخذناه وعرفنا ان تفاصيله. اوكي نرجع هنا تشوية نقوم بعض الأمور. بس هذه عندنا، هذه بالنسبة لجرام استين عليكم طلاب، جرام استين تقرونها شنو الفرق ما بين جرام استين يعني بكتيريا صبغ جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا على نوع الصبغة، أما يكون كريسيفاليوت أو السفراني. نعم أريد أذكر هنا هاي الملاحظة، إنه because بيبتيدو جلايكان is present، بسبب إنه بيبتيدو جلايكان is present موجود in the bacteria but not in the human cells. بيبتيدو جلايكان ملاحظة جدا مهمة، موجودة في البكتيريا ما موجود بال cell wall أو عندنا cytoplasmic membrane أو ما موجود بالحرب اللي human cells. It is a good target، يكون هدف جدا مهم for antibacterial drug. يعني البكتيريا الأدوية اللي جاي نشتغلها ضد البكتيريا تكون جدا مهمة. أما ليش؟ إنه راح تساعد أن تقتل البكتيريا ما تقتل خلايا إنسان. ليش؟ إنه خلايا إنسان ما تحتوي على بيبتيديو جلايكان، بينما بعض الأدراج يكون تارجت إذا بيبتيديو جلايكان شنو راح تقتل اللي بيبتيديو جلايكان موجود بالبكتيريا، ما تقتل خلايا الإنسان لأنه ما تحتوي على من بيبتيديو جلايكان. سيفر عديد أو بديس عديد من هالأدوية، على سبيل المثال البنسلين، سيفالوسبورين، والبانكومايسين. إيش راح يسوي هالأدوية؟ إنهبت يثبط the synthesis، صنعوا في بيبتيدو جلايكان by inhibiting يثبط the شنو the transpeptidase، يثبط شنو the transpeptidase راح يثبط هذا الإنزيم اللي هو عبارة عن ترانس بيبتيديز، الثبطة ذات ميك ذم كروس لينكد بتوين تو أجاسنت تترابيبتيديز. الإنزيمات صنع هذه البيبتيدو جلايكان هو نوع الترانس
بالبيبتيدايز، بالتالي هذه الترانسبيبتيدايز شنو راح تكسر حلقة البيبتيدية اللي كان موجودة بالبكتيريا وبالتالي راح تقتله. إذا عندنا مركب آخر مهم هو اللايسوزايم. اللايسوزايم شنو معنى؟ اللايسوزايم إنزيم برزيت، إنزيم موجود بالهيومن تيرز بدموع الإنسان والميوكوس مادة المخاطية والسلايفة باللعب، كان كليف ذي بيبتيدي جلايكان باك بون، ممكن تكسر لي الباك بون مال بيبتيدي جلايكان باي بريكينج، تكسر اتس جليكوسايل بوند، كسر هذه العصرة. ثيرابي لهذا السبب كونتريبيوتين تو ذا ناتشورال ريسيس، المقاومة الطبيعية وذا هوست تو مايكروبيال انفكشن، هذا السبب راح تعطينا المقاومة الطبيعية لهذه الإنسان من خلال إفراز اللايسوزايم. اللايسوزايم treated bacteria may swell and rupture as result of the entry of water into the cells which have high internal osmotic pressure. الفيجر 2-3 شبين هنا، هذا الفيجر او العفو التيبل يبين انهم medically important bacteria، بكتيريا المهمة that cannot be seen in the gram scene، بكتيريا المهمة يكون من ناحية medical مهمة طبية بسبب امراض الانسان لكن ما تصبغ بالجرام سين سواء جرام بوزيت او جرام نيجاتيف. على سبيل المثال قلنا مايكوبكتيريوم، قلنا مايكوبكتيريوم توبركوسيس ارتين اثنين يسمون بالاسيد فاس سين، صب انما تصرف صبغة ثانية هو اسيد فاس سين، وتريبونيما باريدا بسبب مرض السيفلس، وممكن لاحظه بالدارك فيلد مايكروسكوب او من خلال فلوريسكنت انتيبودي، ومايكوبلازمي نيمونيا هذه، وعندنا اليوجونيلا نيموفيلا، وعندنا كلاميديا مثل كلاميديا تراكوماتس، ممكن شخص من خلال انكلوجن بوديز ان سيتوبلازم، والريكتسيا نصبغها بالجيمز او يكون اذر تيشو ستيلز. اوكي بعدنا نقطة نقطتين حتى ننهي هذا الموضوع. سير وول اللي هو اللايبو بودي سكرايد والتيكويك اسيد. اوكي اللايبو بودي سكرايد ال بي اس، اللايبو بودي سكرايد ال بي اس اوف ذا اوتر ممبرين اوف ذا سير وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا، اللي موجود بالجرام نيجاتيف بكتيريا ويسمى بالاندوتوكسين. نرجع الرسم هذا موجب بجرام نيجاتيف بكتيريا فقط. يسمى بالإندوتوكسين السموم الداخلية. It is شنو مسؤول؟ Responsible for many of the features of disease. مسؤول عن العديد من الأمراض، مسؤول عن أمراض عديدة مثل من مسؤول عن الفيفر ارتفاع درجة حرارة، يعني من يصاب الإنسان شو السبب اللي ترتفع درجة حرارة؟ يكون واحد من السبب الرئيسي هو وجود ال LVS السموم الداخلي. أنا سبب من الشوك صدمة سبيشل خاصة بالهايبوتينشن caused by these organism. It is called endotoxin سم داخلي because it is an integral part of the cell wall، من سبب لأنه موجود بالجزء الداخلي من السير وول. In contrast على العكس من الاكسيتوكسين سمو خارجي which are actively secreted تفرز بصورة نشطة من ال from the bacteria، the تفرز بصورة نشطة من ال bacteria. The concealation of the symptoms هذا الأعراض caused by the endotoxin of one of gram negative bacteria is similar to another، هذا الأعراض من الاندوتوكسين يكون مشابه ما بين الأنواع الأخرى من الأنواع البكتيريا الجرام نيجاتيف، but the severity لكن شدة of the symptoms الأعراض can differ greatly، صح يكون مشابه بالأنواع الأنواع الأخرى من الجرام نيجاتيف لكن سيفير الشدة تكون تختلف من بكتيريا أخرى إلى أيضا من سلالة أخرى. In contrast على العكس symptoms الأعراض على العكس الأعراض مسبب من خلال exotoxin of different bacteria are usual quite different، لكن أعراض الأكسيتوسين يكون مختلفة
كثيرا ما بين الانواع. عندنا ال LBS is composed, يتكون من three distinct units, يتكون من ثلاثة يونات وحدات يكون مميزة. نلاحظ هنا في figure 6 هذا عندنا توكسين أو لايبوبوليسكرايد يتكون من ثلاث وحدات مختلفة. عندنا الليبيدين A وهذا يتكون من فاتي أسيد الآخر كور, وعندنا سوماتيك هنا أو الأنتيجين وهذا بوليسكرايد. إذن يتكون أولا من الفوسفوليبيد يسمى بالليبيد A which is responsible for toxic effect, يثير السمي هو نتيجة فعل وجود الليبيد A. ويتكون من الكور بوليسكرايد أو ذا فايف شوغر, يتكون من خمس سكريات أنواع سكر لينكد مرتبطة من خلال الكيتو ديوكسي كيتو ديوكسي اكتولانات الكي دي او مرتبطه بالليبيد اي. وثالثا الاوتر بوليسكرايد كونسيست يكون من او من اكثر من 25 ليبيتد يونز وهذا متكرر من 3 اوف 3 الى 5 انواع من السكريات. This outer polymer is important مهم في somatic O antigen. أيضا واحد من الانتجات مهم مناعيا هو الـ O antigen. It comes several gram negative bacteria that is used to نستخدم من identify certain organs. تستخدم في تشخيص الوعاء البكتيري بين كني كل بروتري في تشخيص المختبري البكتيري. عندنا والجزء الآخر من يتكون من ethicoic acid. بنصير الجزء الأخير من الموجود بالسيرور هو تيكويك اسمه موجود بالجرام بوزيتيف بكتيريا. التيكويك اسيد ار فايبرز الياف لوكيت موقع من اوتر لاير اوف ذا جرام بوزيتيف بكتيريا او جرام بوزيتيف سير وول اند اكستندد فروم ات. ذي ار كومبوزيت كوم من بوليمر اوف ايذر جليسيرول فوسفيت او ريبيتول فوسفيت. اوكي, some polymer of glycerol ticoic acid penetrate the peptidoglycan layer and are covalently linked to the lipid in the cytoplasmic membrane, in which case they are called lipoticoic acid. The medical importance of ticoic, مهمة الأهمية الطبية لها ticoic acid lies in this ability, ability to induce حفز inflammation, حفز الالتهابات and septic shock when caused by certain gram positive bacteria. اوكي, وعدنا تبقى لنا سيتوبلازم مبرين, راح اتطرق للمحاضره بعد المحاضره الثالثه من هذه الماده.